اصحاب العقار اللي نفسهم الشركه اللي مرت معنا. فهي شغله كنت كثير بهمني تعرفوها وشدد عليها، لانه اجانا يمكن بعض الاستفسارات والسؤالات، هي شغله ممكن انه بتكون توضح او تريح البعض. النقطة الثانية والتكنيك المهمة واللي كلكم يمكن كنتوا عم تسألوا امتى نبلش امتى نبلش، نحن ما كنا عم نأخر في شيء، بس في اشياء دائما تكنيك بمراحل بدء اي مشروع، خاصة مشروع كبير بهذا الحجم، لو الواحد شو ما عمل بلانينج بمرحلة الأولى ممكن أمرار الوقت يداهمه. موضوع التراخيص بشكل أساسي والليجل بارت والتندر فيز اللي عادة تاخذ وقت، خاصة إنه يكون في أشياء هندسية لو قد ما انضبطت من البداية ممكن يضل في إلى تحسيناتها وأمور معينة مرتبطة فيها. فأخذتنا وقت سكرنا الملف شوي، إنما هلأ جاي نخبركم الحمد لله الملف الوضع على السكة. مثل ما كلكم بتعرفوا من الأساس المشروع مهندس أستاذ شال حديث اللي هو معنا كمان هون صديقنا وخينا أستاذ شال، واللي عم يدير المشروع هو شركة ستاتومن اللي هي كمان شركتنا ككونتراكتنج كومباني، بتلعب دور بروجكت مانجمنت وكلاينت راب، وانضم للعائله بهذا الاطار المين كونتراكترز اللي تلزموا المشروع اللي هن شداد جروب في استاذ سعيد وبنته كمان ساندرا معنا اليوم. فنحن هلا بوجود كمان استاذ ناجي سوري استاذ ناجي حداد هو كمان البروجكت مانجر. فنحن مش اكثر قدام كمان شداد جروب وقدامكم بنحب نخبركم انه المشروع مضى مع شداد جروب على مدة لا تتجاوز 33 شهر، وعدونا يمكن يعملوا اكثر من هيك. ف وير بوتينج اول افورتس توجذر ونجرب نعمل اكثر من 33 شهر ابتداء من 1 اوف جولاي، هو اقل من 15 يوم بس بسامح 1 اوف جولاي ل 33 شهر لقدام، يعني مبدئيا ان شاء الله المشروع مفروض يكون خالص بحدود سبتمبر اكتوبر ماكسيموم سبتمبر اكتوبر 2019، واللي هو وقت منطقي ومقبول لكل الناس اللي وعدناهم بهذه الفتره. فحبينا بس نحطكم بهذا الجو اللي بنحب كمان بعدنا نكون احنا هون برجع بحكي مانا فورمال اتس جاست فريندلي جاذرينج، البيفيه از اوبن فور ايفري ون، واللي بحب يتمشى برا يشوف شو عم بصير كمان بالتحضيرات بالشغل على الارض. وطبعا بعد المراحل الاولى كموبلايزيشن مفروض من هلا اسبوع ورا اسبوع تشوف الشيء عم يتطور باي اسرع. فهذا كل شيء حبينا نقوله، اهلا وسهلا فيكم.